هاي تغير التعريف الرسمي للكيلوغرام ب 20 ايار بعد 6 اشهر من تصويت العلماء لصالح تفسير جديد تماما. بالسابق كانت اسطوانه المعدن الكبيره لو غران كا هي العنصر المحدد لقياسات الكيلوغرام، ومن تاريخ صنعه بال 1889 تم تخزين الاسطوانه بفرنسا بحمايه تامه. اليوم سحبت بعد 130 سنه من الاستعمال لانه وزنها تغير بسبب عامل الوقت والبكتيريا. من اليوم رح يقيسوا العلماء الكيلوغرام عبر ميزان كبل يلي بيحسب الوزن من خلال قياس الطاقة الكهربائية، والكيلوغرام منه الوحيد بين وحدات القياس المستخدمة حول العالم يلي منها قائمة على ثوابت فيزيائية وطبيعية. في كمان الأمبير، الكلفن، المول يلي رح يتوقف استخدامهم كمان. مين قال إنه هالتغيير ما رح يأثر على الحياة اليومية وهو خاص بالعلماء والباحثين بس؟ أنا قال. شوفكم بكره.